خير ليكون صاير شي. هو بالحقيقة بالمخيم في عندي مريض حالته خطيرة، اتصلوا مشانه. عن جد؟ الله يعافي. مشان هيك أنا لازم روح بسرعة، ممكن نأجل هالموضوع لبعدين؟ ايه أكيد أكيد، لا تاكلي هم. إذا بتحبي أنا بوصلك على المخيم. لا شكرا، بروح لحالي. بوصلك الطريق، بوصلك. فيني روح لحالي. لا تواخذني، أنا توترت كتير. مو مشكلة أبدا، أنا بحترم كتير لهفتك على مرضاكي. معناتها منضل على تواصل بهار خانو. ماشي. عفوا، بس ممكن استخدم الحمام مرة تانية؟ طبعا بالتأكيد، تفضل. شكرا لك. أستاذ رضا، لا تواخذني عم بزعجك، بس أنا مستعجلة، لازم أوصل على المخيم بسرعة. ماشي، رح أطلع فورا. تمام. يا ترى عملت شي يزعجك؟ لا والله أبدا، مثل ما خبرتك في عندي مريض حالته خطيرة كتير. ما رح تردي؟ بالتأكيد رح رد طبعا. ألو بهار، قولي لي أنت منيحة؟ الرجال أذاكي شي؟ لا أنا جاية على المخيم فورا، والمحامي رايح أساسا. طيب وأنا بالطريق لعندك. فهم شي يا ترى؟ لا ما بعتقد بنوم. تمام، أنا رح أستعجل للحق المريض. بخبرك شو بيصير. تمام، مع السلامة. حكالي أبوكي إنك بتضحي بحياتك مشان مهنتك. بالله جد، ما كنت متوقع انه ابي بيحكي عني قدام حدا. المرحوم كان كتير يحبك. شوفك لك.
إيلام؟ شو الموضوع؟ مين هالرجال؟ ما بعرف بس رح نعرف. كيف؟ هلأ صورته. وشو عرفك إنه هو مو المحامي؟ بهار، متأكدة إنه هالرجال مانو محامي، بس لا تسأليني من وين عرفت. حاسة رأسي رح ينفجر، شو رح يكون بده مني يعني؟ بصراحة بعتقد لو كان هدفه أنتي لكان قتلك هون قبل ما يروح. لكن مين هدفه بقى؟ يافوز، هدفه يافوز. متأكدة؟ الرجال طول الوقت كان عم يسألني وينه زوجك. اتصلي بيافوز لكان. مقفول، رح اتصل بالشرطة. لا لا تتصلي بالشرطة، على القليل استني شوي لنوصل ليافوز. يمكن الرجال بده يقتله هلأ، بركي وصله قبل ما نحذره. مثل ما قلت لك خلينا نستنى شوي، صدقيني ما رح يساوي له شي. انتي رح تجنينيني إيلا، شلون بتقدري تكوني هادية هيك؟ آسفة سر المهنة.